أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشعر مرآة للإنسانية مجتمعة، والشعر ثوب للحضارة، لكنه لا يبلى، يبقى زاخرا بكل نقش وكل خيط يغرسه شاعر مبدع منتم لقضايا أمته، لا ينفصل عن واقعها ويعتز بماضيها ويحملها إلى مستقبلها الذي تستحق. تلكم فكرة يتحلق حولها جزء من جو أو دور الشاعر وواجب الشاعر الذي ينبغي عليه أن يقوم به. تفاصيل مختلفة حول ما ينبغي على الشاعر ومهام الشاعر وواجباته، وكذلك الموقعية التي يقف بها حتى يتحلق حوله كثيرون، وموضوعات شتى سنطرحها في هذه الحلقة على ضيفنا الشاعر الموريتاني الجميل الدكتور أدي آدب، ضيفنا لهذه الحلقة من بيت القصيد. حللت أهلا ونزلت سهلا دكتور، مساء الخير. أكون الله وبياكم على مائدة الشعر وفي بيت القصيد. أهلا وسهلا بك دكتور أدي آدب، وأنت يعني العلم الذي يرفرف عاليا، والشاعر القدوة المجيد الرائع كثيرا بشهادة كثيرين، أما أنا فناقل وإن كنت كذلك معجبا. إذا ما تحدثنا في البداية عن فكرة مختصرة لسيرة عطرة لهذه القامة، وهنا نتحدث عن الدكتور أدي آدب، حدثنا عنك بما تحب أن نعرف بحدود الدقيقة أو الدقيقتين لا بأس، قبل أن نذهب إلى نقاشات شتى فيما يتعلق بمؤلفاتك وكذلك إبداعاتك على المستوى الشعري. تفضل دكتور. مرحبا وأهلا، حياك الله وبياك على حسن التصور عن شخصي المتواضع. أنا في الحقيقة ولدت منذورا للشعر وللأدب من بيت شعر وبيت قصيد، لا سلالة عميقة في هذا المجال، ولذلك كان قدري لازما أن أكون منتميا للشعر والأدب. باختصار، كنت من البداية كاتبا أجرب الكتابة الصحفية من البدايات الأولى، وشاعرا بدأت أكتب الشعر من 1982 إبان مجزرة الثورة وشاتلة، فكانت القضايا القومية الكبرى هي القادح الأول أو الصاعق الأول لشرارة الشعر في نفسي التي كانت كاملة بالورادة. بعد ذلك دخلت الجامعة وتخرجت منها حتى الدكتوراه، وبدأ مسار الشعر أيضا يتمادى ويتمادى، حتى كان الحصاد حتى الآن 19 كتابا، 8 دواوين، 11 دراسة. هذا باختصار. ما شاء الله، يعني هي سيرة ممتدة لإبداعات يعني تتجاوز الشعر ربما إلى النقد العربي والتأريخ المعاصر، وكذلك وقوف على الفصول الغالية من مآثر من مضوا، خلتها ببعض ما كتبت في أعمالك الخالدة والتي نرجو لها أن تستمر وتتواصل. دكتور أدي، وقبل الذهاب إلى أولى قصائدك، ربما يستغرب بعض من يعني يستمعون إلى الزملاء أو الأصدقاء في دولة موريتانيا الشقيقة، دائما يكون هناك بادئة سيدي قبل كل اسم، ما الفكرة من هذه البادئة؟ هل هي جزء من الاسم أم أنها من باب التقدير فقط؟ ليتك توضح لنا هذه المسألة. ما هي البادئة؟ بادئة سيدي قبل اسم كل شخص من موريتانيا سواء كان شاعرا أو مواطنا عاديا. ليست بادئة لكل اسم، هي في الغالب تكون اسما في حد ذاتها، جزءا من الاسم، تكون تكون جزءا من الاسم الرسمي للشخص، وليست من باب، كانت يوما ما
كانت يوما ما من باب التقدير والاحترام للأسياد أي المشايخ الدينيين الكبار الذين يعتبرون مشايخ صوفية، فيقال لهم سيدي فلان سيدي فلان، وهذا لقب شائع في المغرب العربي ما شاء الله غالبا، لكنها بالنسبة للموريتانيين تتحول من لقب تقديري إلى اسم شخصي عادي، اسم علم فقط. يا سلام. ولكن أحيانا يكون مركب وأحيانا يكون مفرد، فيمكن أن يكون اسم شخص هو سيدي فقط، ويمكن أن يكون سيد أحمد أو سيد محمد إلى آخر ما هنالك، لكنه تحديد بالنسبة للكبار. نعم. تابع يا دكتور، تفضل. نعم دكتور، لعل أحدهم يتساءل مستغربا، ما الجدوى من الشعر في زمن العولمة، في زمن هيمنة التكنولوجيا؟ هل لا يزال الشعر قادرا على التقاط أنفاسه ومواصلة الحياة؟ الشعر ليس ترفا وليس مهنة وليس مجرد هواية، هو وسيلة حياة، وسيلة رقي، هو منظار يجمل الوجود، وبدونه يبدو الوجود قبيحا وغير مطاق على الإطلاق. إن الوجود بدون عيني شاعر جدب كئيب باهت الألوان. قد نتساءل طبعا في هذا الزمن الرديء، من أين ينبجس الشعر الجميل وفي عيوننا يكتب القبح الدواوين؟ لكننا نرد على هذا التساؤل، الحسن والحب والشعر الجميل عناوين الحياة، فلا تمحو العناوين. يا سلام. ثم نحاول أن نجعل منه أيضا عصا سحرية نبني بها عالمنا المثالية الذي لا يشبه في شيء عالمنا الواقعية. ربي هب لي عصا لأمسح كون القبح من عالمي وأبني كوني. تلك وظائف الشعر. وبالمناسبة ربما أدخل في نص شعري له تفضل. علاقة بهذا السؤال، وهو أن أحد رؤسائنا القدماء وبعض وزرائه سخروا من كلمة مليون شاعر، وقالوا أن الشعر لم يعد له فائدة كما نتحدث الآن، وأن المهم هو أن نعتني بالعلوم البحتة وغير ذلك من الأمور التي يرونها أكثر علاقة بالتنمية. فغضب بعض أحرار المليون شاعر وتصدوا لهذه الحكومة غير الشاعرة بأهمية الشعر في معلقة شارك فيها عدة شعراء، كان من نصيبي منها مقطع بعنوان مملكة الشعراء. شنقيط مملكة الشعر الجميل، ثقوا أن السلاطين دون الشعر ما خلقوا، وأننا أمراء الشعر سلطتنا على السلاطين فوق الأرض تنطبق، وأن كل كراسي الشعر أجملها عرش بوسع جماهير لنا عشق، وأن ثروتنا شعر وثورتنا شعر، ولسنا بذل الشعر نرتزق، وأننا نمنح الدنيا الجمال إذا شئنا ونسلبه أن نشاء، ثقوا ومن يكن ذا شعور ملء خاطره إن لم تبح القوافي سوف يختنق، ومن تقاوم جمال الشعر طينته فلتهجر الروح حيا ما به رمق، دعوا بحور القوافي ماؤها حرم والخائضون بلا فلك بها غرقوا، للشعر في روحه نار مقدسة لو لامستها يد بالذل تنصعق، يا حادي الروح نظمنا يا هاب دمي إيقاع نبض الدنا مع نبضنا نسق، نحن البلابل شدو الكون يضربنا ونكره الناعقين حيثما نعقوا. يا سلام، لا فضافك دكتورنا العزيز، أحسنت كثيرا كثيرا. دكتور، هذا ربما يقودني إلى سؤال أيضا ربما يأتي في بالك وبال كثيرين من المشتغلين في الشعر والأدب، كتابة الشعر من أجل الشعر أم كتابة الشعر من أجل الإنسان والقضية والرسالة والمبدأ؟ كلها
خليط مشترك وغايات متشابكة لا يمكن الفصل بينها. فأنا أكتب الشعر لذاتي من أجل الآخر، وأكتبه للقضايا وللآخر من أجل ذاتي. فالموضوعي والذاتي في عرف الشاعر أو في منظاره ليست بينهما حدود فاصلة بقدر ما بينهما حدود واصلة ومائعة إلى حد كبير. لأنك إما أن تتحدث عن الأحداث الخارجية والوقائع الخارجية ولكن من صميم ذاتك، وإما أن تتحدث من صميم ذاتك بوحا لتندمج مع الآخر المتلقي في قضاياه وهمومه وإلى العالم الخارجي أيضا وصفا أو اندماجا. إذا لا فرق عندي بين هذا وذاك، فكلها غايات للشعر ومقاصد. والشعر أيضا سمي القصيدة ربما لأن المقصدية لا بد أن تكون حاضرة حتى يكون الشعر شعرا. تستوقف شاعرا، وكلما كان تفضل يا الشعر دكتور أكمل. سامي المقاصد نعم كان أولى بهذا اللقب. نعم أحيانا ربما يستوقفك قول أحدهم من الشعراء مثلا في بيت ما، فتقول له إنه يشاكل أو يشابه بيت فلان من الشعراء القدامى أو المعاصرين، فيرد بكل ثقة: أنا لا أقرأ أو لم أقرأ لهذا الشاعر. الفكرة التي نود أن نتحدث عنها هنا فكرة القراءة، باعتقادك إلى أي مدى ترى أن المثقفين في زماننا قارئون حقيقيون؟ إذا كان المثقفون أو الشعراء قارئون في العقود الماضية جيدون فلم يعد الأمر كذلك. لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي السريعة تمكن الإنسان من القراءة المتأنية المستوعبة للمقروء، وهذه مشكلة بالنسبة للشعراء. لأن من لم يقرأ الشعر المتقدم عليه جيدا لكي يتجاوزه لا لكي يتماهى معه ويقلده أو يتطابق معه، نعم فهو لا يعرف مسارا حقيقيا لإبداعه، لأنه قد يقع في أسر المقروء، قد لا يستطيع الانفكاك عنه، قد يذهب إليه قصدا لكي يحاكيه، وفي كل ذلك مخاطر كثيرة. أما إذا كنت لا تقرأ أصلا وأنت منقطع عن التجربة الشعرية عبر التاريخ نعم فهذه كارثة في الحقيقة أكبر، فأنت تكتب من فراغ. وعملية الإبداع وعملية القراءة متوازيتا الوتيرة، فكلما قرأت أكثر كلما كانت لديك رغبة في أن تتجاوز يا ما سلام. قرأت وتكتب غير ما كتب نعم وتبدع أكثر مما أبدع الآخر. طبعا سيكون إبداعك له علاقة بما قبله، ولكن علاقة تجاوز وليست علاقة تماهي ولا محاكاة. أحسنت كثيرا دكتور، ولعل إجابتك هذه فتحت الباب أمام سؤال جديد أود أن أطرحه عليك، وبعده نذهب إلى قصيدة من قصائدك الرائعة. شيوخ الشعراء الذين مضوا في أزمنة سابقة على اختلاف مستوياتهم وتجاربهم الثرية، هل ترى أن المرور على إنتاجهم فرض عين على الشاعر، أم أنه محض اختيار له أن يأخذ ويقرأ ويستمع ويحفظ، أو أن يترك ويهجر ويكون فقط ابن زمنه وابن لغته المعاصرة؟ اللغة المعاصرة إذا لم تكن لها أصول ولو سرية، حبل سري يا يمتد سلام إلى أصولها، فستكون منبتة عن سياقها. لدرجة أن اللغة التي نكتب بها الآن في وسائط التواصل الاجتماعي وفي أحاديثنا وفي قد لا تكون عربية بالدرجة التي تقتضيها الأصالة والمعيارية الكبيرة. وهذه المعيارية لا نريدها متزمتة طبعا، ولكن نريد أن يكون هناك حبل سري موصول بماهية اللغة العربية وبأصالتها حتى نستطيع أن نكون عربا، وإلا سوف نكتب كما يكتب الذكاء الاصطناعي الآن، وسوف نكتب كما نكتب بالأرقام أو بالرموز أو بالوجوه الضاحكة أو الباكية إلى غير ذلك من الأشياء
التي هي في الحقيقة لن تعوض لغة الشعر. لغة الشعر لا بد أن تكون عميقة في الصورة، وعميقة في الدلالة، وعميقة في التركيب، وعميقة في الإيقاع، وفي الإيحاء الجراسي. وهذا كله لا بد أن ينتج عن حمام، استغراق في حمام من الإبداع التقليدي والحديث، حتى تحاول أن تستخرج منهما ما سميته بصمة روحي. يا سلام. أنا لست أقبل أن أكون سواي مهما أناه علت. أنايا هذه هي القضية التي ينبغي أن نحاول دائما المحافظة عليها، مهما استغرقتنا القراءة أو مهما استغرقنا فيها، سواء للحديث، والتقليد هو التقليد. فسواء قلدت أدونيس أو قلدت المتنبي أو قلدت امرؤ القيس فأنت مقلد. أحسنت. وتقليد في كلا الحالات ينتج عنه ما يسمى التجريب ويقتل التجربة. فما يصدر عن التجربة والانفعال بالموضوع الذي تريد أن تكتب عنه يكون حارا، وهذا ما تناولته في نظرية الشعر الحار التي أعتبرها بديلا لكل المصطلحات التي لا تتمتع بكفايات وصفية نقدية صلبة، مثل الشعر الحر أو مثل الشعر العمودي أو مثل الحديث أو مثل، فكلها أوصاف إطلاقات صحفية سريعة غير مكينة. بالتالي المهم الأساسي بالنسبة لي هو الحرارة، الحرارة في الصورة، الحرارة في التركيب، حرارة في الإيقاع، حرارة في حتى في الفكرة. أما البرودة فهي موجودة في قصيدة النثر وفي قصيدة التفئلة وفي قصيدة الشعر الحر، فتحول القصيدة العمودية إلى نظم بارد، وتحول قصيدة التفئلة إلى نثر بارد، وتحول قصيدة النثر إلى ما هو أكثر برودة من ذلك. ما شاء الله عليك دكتور رادي، أنا لست أقبل أن أكون سواي مهما أناه علت. أنايا جميل. الله مبدعنا أراد تمايزا إذ خص كل صلعة ومزايا، لكل واحد مزايا. أحسنت كثيرا. إذن لنا جذور ينبغي علينا أن نواصل ارتباطنا بها، حتى وإن كنا أبناء بيئتنا وأبناء لغة معاصرة، إلا أن ارتباطنا بالجذور يثبت أننا أمة ذات مستقبل تعتز بماضيها ولا تنفصل عنه، ما يعني أنها رسالة ممتدة لنفس اللغة المتطورة لا منبتة أو منقطعة عنها. إلى قصيدة، كلنا شوق إلى إلقائك الجميل وأدائك العذب السلس الممتع. دكتور أدي، نريد قصيدة نستمع إليها من حضرتكم، تفضل. غير بعيد من هذه القضايا التي كنا نتناولها نقديا، تفضل. سأقرأ رحلة بحثي عني، وهي داخلة في صميم بصمة روحي. راحل في الوجود أبحث عن، يا أنا هل أنا أم كأني؟ يا سلام. كلما في مرآة فني تجلى ظل غير الجميل أنكرت، كلما في مرآة فني الجميل، كلما في مرآة فني تجلى ظل غير الجميل أنكرت فني، ونشيد المبحوح إن رن فيه لحن غير الجميل أنكرت رني. ما أنا ببغى ولست قناعا، يا أنا لست منك إن لم تكني، فتنكب محجة الدرب وارتد دربك البكر دون إنس وجني، منتهى غيرك ابتداؤك، فاعبر في المجازات خلف حد التمني. لا تقل قد وصلت سقف طموحي دون سقف أني. ضع بسفر الخلود بصمة روحي وتأول تأويل رؤياي عني، قد تأبطت بين حاء وباء عشق عين المعنى وغين المغني، سطح بحري رهو وفي العمق موج صخب صامت جنون التأني، بسمة في الدموع غرقاء كأني رقة الخمر في صلابة دني. يا سلام. من أنا؟ إنني التواضع يمشي
من أنا؟ إنني التواضع يمشي شامخا للطغاة يأبى التدني، لا أغني لسيف دولة عاصر لأمير الضمير في أغني. أنا الله. حس يمشي على قدميه مارد للجمال يسجد جني لا كل أغني لسيف حسن. دولة عصري، إنما للجمال. لا أغني لسيف دولة عاصر لأمير الضمير في أغني. أنا حس يمشي على قدميه مارد للجمال يسجد جني كل قبح يؤذي نضارة روحي بمرائي الجمال يا ربي زني. أنا ناي الأرواح أعزف شعري من صدى أي ما غناء وأني نبض قلبي نبض الوجود وإيقاع المجرات لحن صمت المرني. يا أنا هل عرفت من أنا؟ إني خبر اسمي يطول إني وإني وإني وإن وإني. يا سلام عليك يا دكتور، لا فضفوك، حفظك الله. أكيد لم بارك الله نكتفي فيك. بهذا من هذا الجمال، وسنأتي على محطات شعرية جديدة فيما تبقى من وقت. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم معنا عبر الإنترنت. الشاعر الموريتاني الجميل الدكتور أدي آدب، حيا الله دكتور أدي. الشاعر المتفوق على نفسه دائما، الشاعر الذي يقدم لإنسانيته، لأفكاره، لأمته، لوطنه ما يجعل كثيرين يستشعرون عظم هذه المسؤولية. قبل الذهاب إلى قصيدة جديدة، أريد منك أن تحدثنا عن فكرة القصيدة الموريتانية، خصوصا أن موريتانيا تعد بلد الشعراء الكثر. لا أريد أن أقول بلد المليون شاعر، لأنه ربما كان لديك ما تقوله في هذا، لكن هذا ليس موضوعنا. نريد أن نتحدث عن فكرة ثراء التجربة الشعرية في موريتانيا، خصوصا في زمننا المعاصر. أريد رأيك بهذا الأمر بكل حرية. والله علاقة الموريتانيين بالشعر هي علاقة عشق، وكان سببه ربما البداوة، الصحراء، التنشئة الشعرية العميقة، لأن نعم. كل فن من فنون المعرفة والتربية يأخذه هؤلاء في محاضرهم المترحلة، يأخذونه بالشعر. نعم. لأن الله الفقه منظوم، البلاغة منظومة، العروض منظوم، حتى مصطلحات الحديث يقرؤونها منظومة، ثم إن من مقرراتهم أيضاً معلقات العشر وشروحها والدواوين إلى غير ذلك من الأمور. إذن التنشئة تنشئة شعرية تفرض على الإنسان أن يكون مؤهلاً لهذا الشعر. كان هذا في القديم، وأنا أعتقد أن التجارب الموريتانية الحديثة الآن هي أكثر موهبة، دعني أقولها بصراحة، أكثر نعم. موهبة ربما من الشعراء الذين من الأجيال القديمة، أعني ما بعد استقلال الدولة وتسميتها بالدولة الموريتانية. ولكن دائما أخاف عليهم من طغيان الأصوات الشائعة والرائجة، لا سيما من خلال ما يسمى المسابقات الشعرية، فهذه تكاد تفرض ذوقا واحدا ونمطا واحدا ورؤية واحدة، ورغبة الشاعر في النجاح فيها تقتضي منه بوعي أو بدون وعي أن يتكيف مع رأي لجنة التحكيم الذي قد لا يكون منسجما مع رأيك كشاعر، لك طبعا ناقد في داخلك له هو الآخر استقلاليته وله بصمته الروحية التي لا ينبغي أن يتحكم فيها شاعر آخر أو ناقد يقول لك قل أو لا تقل،
يقول لك قل ما أريده أنا لا ما تريده أنت. هذا ما أخاف عليه من التجارب الشعرية، وإلا نعم فإنها أصوات جميلة بالغالب، وهي ملمة بالحداثة ولها ارتباط ربما شيئا ما نعني بالأصالة، ولكن أخاف عليها أيضا من عدم تعميق المقروئية، لأن الشاعر إذا لم يواكبه ناقد داخلي أو خارجي ربما سقط في شراك الغرور، صحيح وربما سقط أيضا في الضلال، لأنه لا يعرف هل هو على هدى أم على غير هدى. فإذا لم يكن لك ناقد من الخارج، أو لم تكن تريد أن يكون لك ناقد من الخارج، فكون وقوي تجربتك النقدية الذاتية لتسلطها على تجربتك الشعرية دون مجاملة ودون محاباة لذاتك. أحسنت. فكل ما لم يرضك لا تظن به على مكب النفايات، فهو إذا لم يصلح في ذوقك أنت فلن يصلح في ذوق الآخرين، وحتى لو كان صالحا في ذوقهم فأنت لا تريد أن يكون صالحا في ذوقهم، إنما لأنك لا نريد تريد. الشاعر الذي يكتب منطلقا من شعوره ومن تجربته بكل عفوية، لا من فكرة أن يكتب فقط لاسترضاء فلان أو فلان أو الجائزة الفلانية أو البرنامج الفلاني. أحسنت كثيرا دكتور رادي، نريد قصيدة. سأقرأ قصيدة مديحية تفضل. بعنوان عروس التجلي، وهذا أيضا هنا لا بد من إماضة، هي أن حتى كتابتي للمديح النبوي أحاول أن أكسر فيها سلطة العمود المديحي. يا سلام. بالنسبة لكل قصيدة أحاول، كلما كتبت قصيدة في المديح وهي في الحقيقة كاسرة لأفق الانتظار ولسلطة النموذج السائد، أن أجعل القصيدة التي بعدها تخرج عن تلك القصيدة وتخرج من جبتها. تفضل المهم يا دكتور. إن القصائد عروس التجلي، إن القصائد فيك تكتب نفسها، وأنا أراقبها تمارس طقسها، تتوسل اللغة البهية تعتلي عرش البلاغة حيث تشرب كأسها، تستنفر طاقات ملء وجودها، تستنزل الإلهام ترهف حسها، تلقي على المرآة سحر جمالها، تزهو بزينتها تؤنق لبسها، وتبث أبخرة عطورا حولها، تخطو بإيقاع ترخم جرسها وترتل المزمور ملء ضميرها آية التدله، ثم تدخل قدسها وتغيب في جذب تدور بذاتها، معها تدور الأرض تكبر عرسها، حتى إذا ما آل محوا صحوها سجدت تزكي في التجلي غرسها، فإذا الحروف بها عناقيد الرؤى حزم من النجمات تغزو ترسها، لله سدرة منتهى إبداعها تساقطت رطبا يسابق لمسها، لك سيد الحرف القصائد تزدهي وجلالة البلغاء تطأطئ رأسها، فلديك مركز جاذبيتها وقبلتها مصلاها تقدس نفسها، فلمن سواك ينز مدح الهاجس مدحي لغيرك لا تطاوع هجسها، فبلاطك النوري مرقى همتي والبردة الزهراء أعشق لبسها، الله. لا أبتغي خلع السلاطين التي كم ذا تعرى شاعر إن يكسها. ما شاء الله عليك يا دكتور، دائما يعني تجعلنا نحار بأنفسنا وموقعنا من إبداعك العالي. أتعبت كثيرين من الشعراء في هذا الزمن المعاصر ممن يحاولون أن يضعوا بصمتهما الخاصة، لكن على ما يبدو أنك استأثرت بتكوين البصمات ككل حتى توزعها على من يستحق من الشعراء، وأنت بذلك حقيق وبه جدير.
أكيد متواصلون معك دكتور أدي آدب، الشاعر الجميل جدا من موريتانيا، وبعد قليل سنتحدث فيما يتعلق بعملكم في معجم الدوحة اللغوي، ونرجو من خلال الأسئلة التي سنطرحها عليك أن تثري لنا نقاشنا ولا شك في ذلك، وتزودنا بالكثير من المعلومات عن هذا المعجم. لكن قبل هذا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت الشاعر الموريتاني الجميل جدا الدكتور أدي آدب. حيا الله دكتور أدي من جديد. مرحبا سيدي أدي. نعم. دكتورنا الحبيب، قد يقول قائل هناك العديد من المعاجم اللغوية، هناك الغني، هناك معجم الوسيط، هناك معاجم كثيرة للغة العربية، ما الإضافة التي تتوقعون أن يقدمها معجم الدوحة للغة العربية؟ حدثنا أكثر في هذا. معجم الدوحة يختلف عن جميع المعاجم العربية بأنه أول معجم يهتم بتاريخية اللغة، فقد كانت المعاجم القديمة تهتم أحياناً أو غالباً بشرح المعاني اللغوية للغة العربية، وتتخصص في مجالات، قد تكون معجم للنخلة، معجم للإبل، وتكون هناك أيضا معاجم غير متخصصة عامة، لكن معجم الدوحة وجد أن اللغة العربية لم تؤرخ مواليد ألفاظها عبر التاريخ. نعم. وهذا مشروع موجود في لغات أقل أهمية وأقل عراقة من اللغة العربية، مثل معجم لاروس مثلا، وهو يؤرخ للكلمات متى قيلت ومن قائلها. فحاولت مجامع اللغة العربية منذ عشرات السنين أن تؤسس هذا المشروع، وفكرت فيه كثيرا، ولكنها ربما لم تجد الإرادة السياسية الداعمة بالمال لتنفيذ المشروع. نعم. حتى كانت سنة 2013 عرضت هذه الفكرة على المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، فعرضه على الديوان الأميري في قطر وتبناه وموله، ما شاء الله، وانطلق المشروع بعشرات من الباحثين بعدما أسس قاعدة حوسبية متطورة، بنى فيها مكتبة بيبلوغرافية كثيرة جدا، واستطاع من خلال هذا أن يستخرج الألفاظ حسب أقدم معنى ورد لها مؤرخا، أول لفظ مثلا مكتوب ومسموع ب400 قبل الهجرة. ما شاء الله. ثم استمرت رحلته حتى في المرحلة الأولى حتى 200 للهجرة، لأن هذا العصر هو عصر اللغة، ويقال إنه هناك حد لانتهاء الاستشهاد باللغة العربية، حيث ستدخل فيما بعد ذلك في إطار حضاري مفتوح شديد التفاعل، سوف تتأثر فيه معياريتها، وسوف تتأثر فيه صفوتها بلغات أخرى ستدخل إليها عن طريق بوتقة الإسلام. نعم. الجامعة. بدأ العصر الثاني، المرحلة الثانية ابتداء من القرن الثالث حتى القرن الخامس، وهذا عصر الانفجار الحضاري، حيث ستدخل كثير من الألفاظ المعجمية إلى اللغة العربية، وسوف تدخل كثير من المصطلحات التي هي انتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. ثم بدأت ما بعد 500 مرحلة ثالثة هي التي نسير فيها الآن حتى العصر الحالي، تنتهي طبعا بناء الجلالات فيها
ب 2023. نعم. هذا المعجم في الحقيقة وظيفته الأساسية أنه يكتب سيرة لمفردات اللغة العربية، ويكتب ويوثق شهادة ميلاد الألفاظ. قد يكون اللفظ واحد ولكن يتطور معناه من معنى إلى معنى، فأنت تقول في هذا المعجم هذا المعنى استخدمه فلان في الشاهد نعم. الفلاني بتاريخ كذا، ثم تعين له مصدرا وجزءا وصفحة من ناحية التوثيق، ثم تنتقل إلى حياة أخرى لهذا المعنى في استعمال آخر، وهكذا دواليك. متى تتوقعون أن يكتمل إنجازه دكتور رادي معجم الدوحة؟ يؤمل أن ينتهي إنجازه كاملا في 2005 تقريبا. 2025. نعم 2025. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله، وأنتم أمناء اللغة والقادرون على تقديم ما يفيد هذه الأمة وما يخدمها ويثبت أنها أمة ذات أصول وذات حضارة وذات جذور. تفضل إن كان لك إضافة في هذا الموضوع. كنت أقول إن المعجم بالنسبة للشاعر هو أيضا تجربة ثرية تثري علاقته باللغة والإحساس ببوارق المعاني الدقيقة التي قد لا يدركها إلا الشاعر أكثر من الخبير اللغوي العادي. أكيد. وربما لو سمحتم سوف أقرأ نصا يتعلق بلغتي العربية. تفضل يا دكتور. يكون له علاقة بالسؤال. بعنوان لغة السماء. نعم. الضاد يا لغة السماء أعلاك رب السماء كل اللغات فداك، رب اصطفاك لسان أعظم كتبه، فالأرض عرشك والسماء لواك، إني سأكتب عنك فيك بك القصائد، هل لذاتك واصف إلاك، إني سأكتب عنك فيك بك القصائد، هل لذاتك واصف إلاك، فترقرقي بدمي سلافة كوثر، يا طاقة الأرواح ما أحلاك، رصي عناقيد الحروف بسدرة الإبداع، طوفي منتهى الأفلاك، ولتزرع النقط الحروف بأنجم ليدور بالحركات كون بهاك، ولتعزفي ألحانك الحلوى على إيقاع نبضي، إنني أهواك لغة تغني نفسها لجمالها، يا حسن حسنك يا جمال غناك، تتضوع الدنيا إذا عبق الشذا من سحرك الساري مدار إياك، يتموج المعنى دلالات إذا قبس الكليم النار نار طواك، يغشاه سرك حين يخلع نعله في قدس واديك الظليل الزاكي، تنحل عقدة نطقه ويمده قلم يهش على الرؤى بعصاك، فتزف عبقر نحوه إلهام كل الناس كل الجن والأملاك، رحماك يا لغة السماء بشاعر قد هام فيك تدلها، رحماك إني ابن الشنقيطة التي كانت هنا منفى عكاظك منتهى مذواك، مسرى القوافل بالعروبة والهدى في الخافقين تبث طيب الشذاك، فلتكتبي بفمي قصيدتك التي لم تكتبي لأصيح ملء صداك، يا عاشقا للغات غيرك نابذا للسانك العربي زفرة شاكي، اقرأ بربك أيما لغة وقل عربية الفصحى علاي أولاك، لغة السماء أمي أبي ديني هوية أمتي إرثي أناي أناك، إني لأفنى فيك أحيا أرتقي يا نفذة العشاق والنساك، لولاك لاختنق الوجود بذاته لم يدركنها وجودها لولاك.
لولاك ما وقفنا على هذا الجمال الممتد في روحك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه اللغة الخالدة. دكتور أدي، الفكرة السامية من وراء الشعر ونصيحة تقدمها لنفسك أولا وكذلك للشعراء في آن واحد، ماذا تود أن تقول؟ فكرتي الأساسية التي أقدمها لنفسي وأقدمها للآخرين، حتى عندما يعرض علي بعض محاولاتهم أو نصوصهم، بعض محاولاته وهو ما زال في بدايته وينتظر إرشادي وتوجيهي، أقول له، أحيانا يقول لي أنا معجب بك، أقول له كن أنت، اكتب ذاتك، اكتب بصمتك، لا تقلد أي أحد. وأنا شخصيا لم أسأل أحدا منذ بدأت أكتب الشعر، لا شاعرا ولا ناقدا، عن رأيه فيما أكتب، ولم أعرض عليه أي تجربة من الشعر. وحتى أصدقائي من الشعراء لا أطلب من واحد منهم في لحظة صفو أو في مجلس سمر أن يستمع إلى قصيدة الجديدة التي كتبتها، إنما أمارس النقد على ذاتي وبقساوة في بعض الأحيان. هذا ما ينبغي أن نفعله، لا تكون غيرك، لأن هذا أن تكون غيرك هذا مناف للإبداع في حد ذاته. تماما والله. تميز وتجاوز. يعجبنا كثير من الشعراء وهم رائعون جدا. أكيد. لكن جمالهم لهم ولنا جمالنا الذي نصبو إليه على الأقل. كما أننا ضد التقليد فنحن أيضا لا نريد نسخا مقلدة أو مقلدة، إنما نريد لكل شاعر أن يقدم ذاته، يقدم تجربته بلغته المنبعثة والمنطلقة من روحه، لا المستوحى والمقتبسة من روح آخر، وإلا لماذا يعد علينا هذا الشاعر مبدعا جديدا؟ بهذا يسقط نفسه بنفسه، لذلك عليه أن يكونه حتى يبقى ويصل. دكتور، الحديث معك له شجون والوقت ينقضي معك بسرعة، سبحان الله مر الوقت سريعا. نريد منك أن تختار قصيدة تكون مسك ختام لهذه الحلقة، فاقرأ علينا ما تشاء. سأقرأ قصيدة قصيدة بعنوان القطار، قصيدة خفيفة. يمضي القطار كما الحياة بنا، هنا تطارد الأشجار صفا بعد صف حولنا، كالذكريات العابرات كعمرنا، ويفر بعض الأرض من بعض يسابق ركضنا، إثر الطريق الهارب الآب انتظارا، كلنا حتى المكان مع الزمان مع القطار، معي أنا كالكوكب المنقض في المهوات، مندفعين في هذه الدنا خلف المنى، يا للدنا الناس نقبض ما نطارد، أو نفوت يد الذي كالظل يطرد ظلنا، لا أنت تدري يا قطار ولا المكان ولا الزمان ولا أنا. شكرا جزيلا. يا الله، شكرا جزيلا لك كثيرا يا دكتور. ظل أن أطرح عليك سؤالين ختاميين، الأول هذه القصائد التي تكتبها إنما هي منبعثة أكيد من موقف أو تجربة، وكذلك القصائد التي يعني تكون لسان حال أمتها ولسان حال المعذبين فيكتبها الشاعر، إنما هو لسان حال هؤلاء الناس أو الناطق الرسمي عن هموم ومعاناة هؤلاء الناس. عن فكرة وجوب أن يظل الشاعر دائما منتميا للبسطاء من الناس، للفقراء من الناس، للعامة، أن ينحاز لمظلومياتهم، أن يقف إلى جانبهم، أن يحاول أن يبصرهم الطريق، هذه فكرة سامية، ما هي إضافتك التي يمكن لك أن تضيفها هنا في الختام؟ الشاعر يقال أنه سمي شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. أكيد. فإذا لم يكن يشعر
بمشاعر الآخرين وباختلالات الوجود من حوله، ويريد أن يعدل الميزان وفق الإيقاع الشعري المطلوب، فسوف يكون شاعرا إما صوتا للبلاطات كالببغاء، أكيد يقول ما قال له كالببغاء كما بكل أسف، أو يكون شاعرا صامتا عن الهموم، عن هموم المسحوقين، لأن فيهما قالت الضفدع قولا صدقته الحكماء في فمي ماء وهل ينطق من في فيهما، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو صوت لذاته، وذاته تنعكس عليها ذوات الآخرين وتعبره عن ذوات الآخرين، لا يناقض شعوره الذاتي ولا خصوصيته، وهذه وظيفته إن كان شاعرا، وإلا فهو نرجسي عاكف في برجه العاجل الموهوم الذي لا وجود له إلا في ذهنه. فالإنسان أو الشاعر لا يمكن أن يكون منقطعا عن المحيط الذي يوحي إليه بالأفكار، يوحي إليه بالأحاسيس، يوحي إليه بالمواقف. إذن عندما يجنح إلى هنا وهناك تختل البوصلة ويفقد الشاعر هويته الحقيقية. لكن الأمل، كل الأمل أن يتشبث الشعراء، كل الشعراء، بهويتهم، بأصالتهم، بثقافتهم، فلا ينسلخون منها ولا يرتدون ثيابا لا تشبههم فقط لمجاراة الواقع أو ما جرى عليه الترند. صدقت كثيرا دكتور، سعدنا بك في هذه الحلقة. في الختام ماذا تود أن تقول؟ سأقرأ بيتين أو ثلاثة لعلها تكون موجزة، لأنه لم يبقى معنا من الوقت سوى دقيقة ونصف. تفضل. فقط أنا أظن على تفضل أن يمر اللقاء دون ذكر فلسطين مثلا. تفضل يا دكتور. بالقدس حبي لوعتي تبريحي وجروح أولى القبلتين جروحي. الله. ومغارس الزيتون أدنى مهجتي، ومآذن الأقصى بأقصى روحي، فهنا طلول الحب تأبى طمسها، وهنا القداسة ملء كل السوح. قف شاعر الأقصى هنا وهنا، وقل للروح صلي ها هناك ونوحي. الله الله عليك، ما أجملك وأحسنت أن جعلت فلسطين مسك الختام. شكرا جزيلا لك دكتور أدي آدب الشاعر الموريتاني الجميل، كنت معنا من الدوحة، وأكيد الحياة واسعة بالقدر الذي أتيح لنا إن شاء الله تكرار مثل هذه اللقاءات الشيقة. سعدنا بك كثيرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم في أمان الله.